شلون الواحد بده يعيش بدون غبره؟ ورد كمان؟ شو هذا؟ بامية؟ ورز كمان؟ شو عم يصير؟ شارب ريحة مؤامرة، بس مؤامرة حلوة. لا كثير هيك كثير، معناتها هي منأجلها. اشتقت لك اشتقت لك ما بعرف نعم. اسمعي ندى، ما في حدا معه مفتاح بيتي غير انت واسماعيل. هلا بالاول فهمني، انت عن شو عم تحكي؟ يعني مو انت اللي رايحه منظفي البيت وطبختي لي؟ لا. طيب واسماعيل ما دخله بالقصه؟ ليكون حابب لك شي وحده ومخبي علينا. اي لا ما حذرتي. اسمعي ندى، انا رح خبر الشرطه خليهم يراقبوا البيت وياخذوا البصمات ويدكوه بالحبس للي عم يفوت على البيت بغيابي. خاطرك علاء، انا بعرف من اللي طبخ الباميه، لذيذه مو هيك؟ طيبه وبتطير العقل. واللي طبختها كمان بتطير العقل. مين هاي؟ مو وقته هلا، بعدين. الباميه مو طيبه وبتقرف. مرحبا دكتور. اهلين يا هلا. في صبايا اجوا شطفوا البيت ورتبوه وراحوا. هدول اخواتي. حلوين الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. بس لو تتجوز وترتاح. ان شاء الله عن اذنك. شيء حلو. يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي بعد العزم. شو رز بازيلا وسخنة؟ الو دكتور علاء. نعم مين؟ عجبتك البازيلا؟ انت اللي والباميه بعرف انها اكلتك المفضله. عفوا مين سمح لك تدخلي على البيت؟ بعدين بتعرف. هلا انت جاي من المستشفى تعبان، استنى تليفوني اليوم بالليل الساعه 11:30. باي. وهي كشف الحساب. قولي احكي. عطيتيني الاسبوع الماضي 2000 ليرة وهلا بدي 3000 ليرة الاسبوع الجاي. اوف، وليش كل هالشيء؟ ماما هي تكاليف الخطة، ولا بدك ياني ادفع من جيبتي حتى نطبخ له ونغسل له ونجيب له ورد؟ برأيك بيقتني؟ ماما خطتي مدروسة، وهي رفيقتي راما بتدرس علم نفس وشفتيها. اي والله دخلت لقلبي من جوا. وحلوة. حلوة. الله يجعلها من نصيبك يا علاء. ايه ماما احكي لي، يعني انتو شو عم تعملوا؟ شو هي الخطة؟ ماما هاي اسرار.
طيب وانا امك؟ احكي لي شوي من هالاسرار. علاء اخي متعود على فوضى العزوبيه واكل السوق، ونحن بدنا نغير له هاي العادات. يا رب. خلصيني هلا، هاتي 3500. يلا. هلا كانوا 3000. 500 ليره اجرتي. وهي اخر فريم معك. شكرا. واحد حقه بده ياخده فوقه مني. ولك الله يعينه اللي بده يعلق. الو ندى، اوعك تتصلي، خليه يقلق شوي. اتحملي لهالدرجه بتحبي؟ طيب انا بشوف شو بصير وبخبرك. يلا باي. ماني متحرك من هون لحتى اعرف كل شيء. كل شيء؟ كل شيء؟ ايه كل شيء. رح اقول لك اللي بعرفه. يا سيدي في وحده حلوه كتير كتير، وبنت محترمة جدا ولذيذة ورفيقتي وبتحبك. ايه. وهي بدها تتجوز، جاي بعد شهرين رفيقنا من كندا يخطبها ويتجوزها ويسافروا. طيب شو بدها فيني لك؟ ما قلت لك بتحبك. والاكل والغسيل والورد. علاء الله يخليك لبقى تسألني اكثر من هيك. طيب مين سمح لها تدخل على بيتي وتطلع على كل اسراري؟ من هالناحية طمن، بس تعرف التفاصيل رح تعرف قديش هي بنت محترمة. رفضت مثل ما عم تقول حتى تدخل على بيتك أو تطلع على أسرارك. لك شو أنتوا بكون جننوني يعني؟ أنا مالي علاقة، تصطفل منك إلها، وأنا الوحيدة اللي عم بدخل على بيتك، ولا ما بيصير؟ علوشي الله يخليك، خلينا نهدى شوي ونقعد نحكي. طيب وهي قعدت، تفضلي. هذا يا شبكي، تركيني لوحدي شوي. تكرم. رح ظبط له الاكل بالبراد. بتحبيه لعبد الرحمن منيف؟ اي، خاصة هي الرواية قصة حب مجوسية. حاولت اتخيلك بس ما قدرت، كان صعب علي اتخيل الجمال والذوق كله. شو حكيم، ناصب لنا كمين؟ لا والله بالصدفة، لانه خلصت العملية بسرعة وقلت بلا ما اروح على العيادة بيجي لهون لانه ما في مرضى. يلا ندى خلينا نروح، تأخرنا. وين يعني؟ معقول تروحوا قبل ما نتغدى سوا؟ نتغدى سوا بس بشرط. شو هو؟ انت بتعمل السلطة لانه نحن طبخنا. قصدي راما عملت اليبرق. يبرق؟ معناتها ربع ساعة بجيب عدة السلطة وبرجع. يبرق بجيب معك بندورة وخيار وبقدونس وبنكون نحن خلصنا ترتيب البيت. موافق. لك يلا حكيم، شو ناطر؟ ايه ايه اوكي. ساعة ربع ساعة.